الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. أما بعد، إلهي سبحانه وتعالى وحن كبر يا كل كان ينقل وكل بركيسا ألنا سبحانه وتعالى نحرستي سو كسو دجيو وحن إلهي سبحانه وتعالى كبر يا عرب كي قلبك ينو كسو وكلمة حقا إلهي سبحانه وتعالى نقدر كو هذا الكدق يستهكيس ونكسن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. انت كدب ولا ليال كلمة دا لا يقعد صدي إن أنك هاتلو قلبت وحوية سدا أتكو أركتين جدولك وحالة الصومالية. حالة الصومالية وحي قيب كتهاي حالة دها عالم الإسلامي كدعية مرك إن شاء الله تعالى وحان كهدل دونا. أولا مبادئ أساسية أو هرت فهمك وحلقو فهميه سيدا وحا قضية دا انت أن لفهمين أساسك لقو فهمي لها وإن وحلقات المامو أساسك قضية دا لقو فهمي لها وإن وحلقات المامو مدى اللباد وحويه إن أن دول مرنو أسبابها كينية دباتوين كان كدعية أما هنقطو ودلكنا أما هنغطو دلالك إسلامك دباتوين كان هدى جرى وحيالها أسبابها ونغن كرى إيو شرع هذا إسلامك وحي أود جسي أرمها سوكال مركة أي مادان أما هنغطو دباتوين كهدى عالم الإسلامي ميلا بضان كسعوده إن لمده أما ودد أنيو كالاتو كسعطا سيدا هدى وحكا دعيه ودام بضان ودلالك مسلمين تعربتها قابك لوغا بحلها أما قابك شرع هذا الإسلام كو أي أود جيسي دباتوين كاسو كالمركي يمادان إن لوغا بحو وحاك لطو أو ينام مضالنا وحكة المامنو أسبابها كيني يأرمانو كالي حالدها نو كالي وحاك كيني إن أسباب تيضا إيضانا أينو تلمانو سيدا سو كالي رات كأي كل هذا هاي بلشدة إيا مجتمع مسلم كا دباتو مركي ساعة ودعضو إنا نجدنا وحكة المانو أنت وقتك إن شاء الله تعالى ونوغا وقلان. أولا أبوه الرين مبادئ إذا أديان وقلا نحوي وحكة استأخر تكون كان كدعية سيدا إنو نقو ضدك مسلمين تانها من سنها تير وحاجر كم ده إيمانك تيرارك أين رمي سنها وأن تؤمن بالقدر خيره وشره محوم عنين إياه وهم عناينا يا وحكست أو كون كان يأدون كان كذا عيا وبقدر الله قدر إلهي سبحانه وتعالى يمشي أدي سكذا عيا مركا وحي خير أهنا وحال الرباء إن إلهي سبحانه وتعالى لغ شكريه وحي دباته يمادنا إن إلهي سبحانه وتعالى لغ صبره هدي أدقو آذن سبب كل هين إياه داد سبب كل هذا هدي هذا السبب كله هينا وحوي إنك صبرت قدرت إلهي هدي هذا أسباب توح كل هذا هينا إن الرادي سه سد ضرب حلاهيد أي واجبة أو صبرك الله صعطة أرنك الله بعض وحوي مبادئا كملة سببت أقوين مركين قدرت صور ما إنه وحول بين قدر إلهي كل عيان سببت أقوين dib kasta oo inu dhacaya ama musiba kasta oo ina asibaysa dibadda ma aha ee waa gudaheena inaga way islaamku sharciyadu taas ayna baraysa waxayna baraysa in waxa idinku dhacaya sababtoodu ay tahay idinku wax idinka yimi inay tahay sababta تاسنا اللباء آيادات بان أسوق آذانينا آيادة كواد إلهي سبحانه وتعالى وحلية وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ما بهن ووح ضدك لأيدن كسامين ضدك كالفرع بيكتاه وحوية وحق عنتين كسبتيوي مركوا قدهين إذن كا إذن كتب إذن كسويدية
dhibaato ma idinku dhacday ma abaara idinku dhacday idinku iswarsada ma colaad baa idinku dhacday iyo dil idinku iswarsada ma dalla'aan baa idinku dhacday dhul la'aan idinku isweydii ma dagaalo iyo sawraad iyo xurub baa idinku dhacday isweydii wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum ويعفو عن كثير آيات اللبات إلهي سبحانه وتعالى وحليه أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا دبات مركة إذن قد عضي أذنكم إلا من جيستين هوري أياد سوي دينيسان ورأنك مسلمين بانهاي إلهي بان رميني أمد النبي محمد عليه السلام بانهاي سيدي قالوا نوغات كاتي سيدي دباتنا لو قارسيي سيدي نلو كات كاتي إياد سوي الدين إيسان بوير إلهي سبحانه وتعالى جوابتي من ربطان قل واحد كتر هذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو من عند أنفسكم لما دهين آيادا سوحي سودكتي قزوة أحد مركي أي دعوي المسلمين تتضبات أصحابتي أهل قد لي النبي عليه السلام لدعوعي المسلمين تي أي جبان أي مسلمين تي سويديين وروان من كانوا ميان المشركين قال أهين ميان إنه مسلمين أهين ميان النبي عليه السلام إن دول جوغين سيدا قالوا إنه قاعد كاتي ونم كانوا إنه سوقاري آيات ساسو إلهي كسو ديجي صببتين ورمارن كان سايس ويدينيسان ها سببتي سوحي تايها من عند أنفسكم إذن كاء الصبابة بوير إلهي مدهن إلهي قريش أيا وحا إذن يا شي خالد بن الوليد أيا انتو دبر جبين سميي بورتي كسوة الله يوم مسلمين تي أبر كبقاي أيضا مصارن إلهي سبحانه وتعالى قريش إوحي يقول هو من عند أنفسكم آيات صدحات او اسلا قزوة واحد كسو دكتي مسلمين تو ارنكا اد اسو ويدين ايو مروغا ايقليسي وار انقو مسلمين ساقالو نوقف سطي ساقالو نود الشي ايا الهي وحو كيري ولقد صدقكم الله وعده الهي بلانتي او ايدين قاضي وا ايدين قرقاريا وا ايدين اوفيي الهي سبحانه وتعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه وإذنك قال هذا اللين يودلي إلا قيبتي هراء دقالك أحد مسلمين تو إيقا نكر دقائي قال هذا ويتبيين إذ تحسونهم بإذنه حتى إلى قرما أي إذن سعوتي قوشاسو قوشاسو وحي إذن سعوتي إلى هاي إذن سيي إلى أد إذنك فشلانتين بلير هذا الكيال يقول الله يا أد فشلانتين ليلي Soomaalidu maanta ma ogolaan karto ama qolo kasto oo muslimiinta kamida ama Liibiya ha ahaadaan ama Suuriya ha ahaadaan ama Yemen ha ahaadaan ama Soomaali ha ahaadaan in la yiraahdo waxa idin ku dhacay waa fashilkiina idinka ma ogola waxay oranayaan Mareykan iyo Yurub iyo Japan iyo Ingiriis iyo Saar halka u tur ka dadkaas aan na haysta إلهي ما دهين ساس قريش بايدن قصويس وحيري حتى إذا فشلتم ضدك ما أنت إيقا اللبابا أورانك رواه فشلانتين حزب الله أورانك رواه أما الدولد الله أورانك رواه فشلانتين ما بيجرتو لكن إلهي قرآنك مسلمين تصحابة بكويري حتى إذا فشلتم كو وتنازعتم في الأمر أو آد إسقب قبصتين عرق إسكو خلافتين تنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون أو أد عاصدين إلهي الرسول كيسا أمر كودي أجبسين منكم من يريد الدنيا وحيد كجر قار الدنيا الدنيا ومنكم من يريد الآخرة قار كلو إذن كم بدنا آخر الربان ثم صرف الله عنكم ليبتليكم كذب إلهي سبحانه وتعالى إذنكو أنت سميي إلهي قال إذنك تشبيي مركا وحوال بوكون كان كدعي هرت قدر إلهي يكون عيان وح إلهي مشي أدي سي حكمة دي سكب حسني مجرد وحوال بانا حكمة بيكون عيان لبو وحوال بانا قد عيا أما مصيبة دا عيسى ومن الداخل أولا دي بدو وحي أطهي فرع بي وحي كتهي مصيبة قدهاء مركاد إذنكو فشلانتين أيا قال هذا الله إذنكو الصلي ضياء
قالوا لما سوى صلده قل كاغا قبسته او كدشه او كلا قيبسه او كلا قدته او بترول كاغا يبيه هاغا دلدلته او دول كاغا اتشته لما كانوا ارن كودا الا اذنكو اظهر تفشلنتان او اسقب قبستان او اسخلافتان ساسو الى الله تاسو نقضوا بلواد وين المسألة لا فهمنا اصل وي سيوح لو فهم سوى صدحات سلو قبحو أرنتا دعضي دباتة دعضة أما مصيبة دعضة سلو قبحو انتا عن لقبحين وإن هرتا دباتة دعضي لقد توبت كينا يا بنانك لقد نقضى لقد تحلل بالمعنى مثلا قف مسلمات دي شيء حوله سنوا دعضي قف وين باكا دعي قف وين باكا دعي انت اذن دهين انو ننفي عن بان هايو مساجد كان قلي او وان توبت كاني وحال ربا دلمي هورا اند ميل سارتو شردي وي شردي وي حوله سي انو هايستا يعني مساجد كالي اللقاء قبل ما ديقي سي انو ولقبه او ان ميل سارين ننفي عن بان هاي عمامت بان هوان يا مساجد كان قلي اللقاء قبل ما هايو ميل صار توبتنا كان توبت وحاو شرطيا كو إلهينا دو توبت كانتو وكنا داموتو كقوما ميسو واحد سميسي حق بني آدم هديتهاي خاصة حق مسلمنا وإن ادعليساه وعفس كالدلبطا تاسونا وقضوا بأساسي مركا وحما الصحمان إلا وحي هراء لصحو حما الصحمية تاسونا وشرط وإن نفهمنا وإن نفهمنا وتصوحي نفى إلينا إيسا مسلمين تهدى قوبة يدول قوضة إني وحونا أكسن ينولل ونأكسن أي نقطة دول ميجي هراء إيبان سحين بير ربان لول ونأكسن إني هلان والدولة النمى هلان والنظام هلان وأمني هلان نبت قلية هلان وحيد عاي ولي ميال لما صارين فايل كذين الله محرين ما سورتو بكرتو أساس كوين لفهمه ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينه ليحق الحق ويبطل الباطل الى اي باطل يحق الاسرع قال الموقلة ارنكاس افراد وحوية وحكستو خلاف ومسلمين تكدح دعاه اسدل هالنقطو خلافك لهالنقطو سقاقبسي هالنقطو وان لو عليه وان لو عليه كتابك يسنة ذا فإن تنازعتم في شيء وحداد سكوك بطان حكم يضل يمحوله يوحي نغطبا وإن أدعو لسان بلي إلهي سبحانه وتعالى كتاب كي سنة رسولك وحدعه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي مجر قف مركب مسلم أو كسرية كتابك إيه سنة قف والباين قورت أسو ديبتو كتابك إيه سنة هدي لدونا إيه ويددك مسلمين تاي إيه دل ديجن أما دل ديجن إيه دباتة هايستا إيه كبحان هدي دونيان أما إيه هشيان أو دباتة دوضو أي دماتو وإن إيه قور ديبتان كتابك إيه سنة وإن لغا هلو إن إيه قور ديبتان أريما صورت وأريمو أساسة أو يعني اللوبة هي مركو هورا إيه وحكو فهمنو ولا ليال وعنو قد بيا لباتوين بهذا عالم الإسلامي كدعية بل انت انا صومالي او ايمان محاو السببة لباتوين كدعية اولا الهي سبحانه وتعالى وحو آد وقد دقيستا وحو آد وقد دقي فتنتا ايوكالا تقع قرآن كي يسنة آد بو الهي ويدقي التفرق والفتن بين المسلمين آد بو الهي ويدقي قرآن كان الهي ويدقي ولا تكونوا إلهي عليها النقننا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم هنقننا كوي مرك إلهي كتابك السيئ الدين تسيئي إسخلافيك للتقي نبينا عليه الصلاة والسلام وحيري لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ورأنيك قال شيئا كن قننا قال نمو قاركين قارك كالله وقارك كالدلو أرنك الله بعض إلهي سبحانه وتعالى
wuxuu nooga digay khatarta arintaanu ay leedahay. Ummadihii hore waxay dhibaato u keentay, wuxuu leeyahay ilaahay subxaana watacaala, afalam yasiiruu fil ardi, war dadkaanu qur'aanka dhegaysanaya miyaanay adduunka marin, miyaanay dhulka eegin, dowlado wixii jiri jiray, ummado wixii jiri jiray, qowmam wixii jiri jiray ee baaba'ay. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. مواني دولك مارينو فهمين أدونك تاريخ يزيت هاي حروب أهلية يعني سيفل وور أدونك ما ربضنو كدعي وما رئيس خلافة وبابا أي باتشرة وإلهي هلاقي وما يعني ما هلاقين وحكى ما هلاقين إلا تفرقوا ذي كلا تقوا ذي استقالوا ذي ما هلاقي أو يقو علم جيها يستبعي خلافين أو يسكو حد قدب أي يسكو خلافين ميين أركي أين بولي إلهي سبحانه ما دقائيا وحكم ما دقائيا وحكم مقل فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. هدي مركا عينو sheegno asbaabuhu inay yihiin walaalayaal waxa ku dhacaya ummad ama inaga ha noqoto ama walaalaheena kala muslimiinta ha noqote waxa dhacaya inay tahay asbaab inaga ah. Asbaabtaas maxaa kamid ah? Maxaa kamid ah asbaabta? Hal idin soo dhowr xabba idin ka soo qaadaya. Kow waxa weeye al-inxiraaf wal-macaasi, ka leexashada laga leexdo manhajkii ilaahay iyo diintii ilaahay laga leexdo. Asbaabta u horeysa oo dalalku la burburaan bay ka mid tahay, oo isu dilaan oo u baaba'aan, oo ilaahay ugu soo sallido dhibaato iyo qalaaqil, waa kow. Arrinka labaad waxa weeye adh-dhulm, dhulmi markuu ummad dhexdeed ka dhaco oo ama xukuumaddeedu ay shacabkeeda dhulmiso ama dadka shacabka dhexdoodu iyagu isdhulmiyaan, ilaahay wuu baabi'iyaa dadkaas. Dadka waa la rogaa. Dhalinyarada iyo dadka yaryari taariikhda ma oga ee namowjaj waxaan ka soo qaadanayaa Soomaaliya masalan. Soomaaliya dalalkan carabta ayo hadda dhibaatooyin ka dhacaya wax badan baad iyaga ka ogtihiin, laakiin innaga ceebaheena inaan aada isu ogeyn inaynu isxusuusinana u baahan. 1975 anigu waxaan ahaa arday yar oo dhalinyarada ardayda ka mid ah Soomaaliya jooga ku jira ololaha farbarida Soomaaliya reer miyiga magaalada Jowhar baa joogay markaas. Waxaa dhacday kacaankii waddanka ka jiray ee cirka markaa maraya oo aan cidi ka hortegi karin in uu soo saaray qaanuun lagu tilmaamay xeerka qoyska. Arrintiisuna ama gundhigiisuna ay ahayd wax la yiraahdo rag iyo dumar baa dhaxalka kala leh ama kala duwan ma jiraan. Waxaa la yiri oo dowladda ay soo saartay in rag iyo dumarku u siman yihiin dhaxqaalaha ee dhaxalka ma jiro baa la yiri, thuluth iyo rubuc iyo sudus, iyadoo lagu istihzoonayo aayadihii qur'aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aan kariimka uu ku sheegay. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس فلأمه ثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. ba waxaa la yiri ma jiro laa thuluth walaa sudus walaa rubuc walaa jinni, ma jirto. Culimaa kacday oo waxay tiri arrinkaasu waa munkar. Cid hadli kartaa ummadda Soomaaliyeed waagaas kuma jirin. Cid badanoo hadli karta oo afka kala furi karta oo oran karta waxaasu waa dhulmi, ma joogin dadka intooda badan ama way isdhiibeen ama xiniinyaha laga siibay. Dad culimaah baa istaagay oo diinta Ilaahay u qiirooday, waxay yidhaahdeen arrinkaasu sax maaha, waa dhulmi. Haddaan
بروجيكتر كهيو هذا صور رضو دي والصوص صار لها لكن فيلم كان يصار مين طبعا نين او رقا كم دا ايا ايغو الهي او اشتكونا ايه تير كل جي والد لي يوما واحدا صبح بلد وان حصوصتا اركوا اوي دولكم اوين صوماليد ما اوين شعب كالصوماليات واقاس ما اوين ما قلقلا طلابة انت لك ظلمك كما سمين بل وحا كدرا ان بضانو كم دي وي داوانيين داوشا لو تيجي اسكولة بلوسية ميلا يراهضو لان يراهضا يريري ما يقانانا مقدشو قوني تير كم ميلا يراهضا داتك اللي جيري هل كسالو قدلي طبانك علم الله صباح صوماليو مقل قلن ايقونا الهي بيو اشتكونيين ظلمك الواصيبي في هدوء يدو لا امسي هي بيتغن ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون الهي وحو يري ها ام لين انه الهي غافل كيهي وحا الظلم لا سمينيو الهي غافل كما هين وايهي واسو صوتي كصو انغي با حدنا اس ظلمني دولتي جرتي ددكدي بي كوس نقوت مر غوبل كان بابي مر كان بابي مر كان عيلش كدو مركن ديجر جل دل ظلم بدنا دعي ما قالوا ينا للدمي لولا للدمي أدونا للدمي ما حاكس يدا شيء تنازع يا كلا تقبى ظلمك كلا شيء تفرق وأسبابها كان حروب تا يا دجال هذا ظلمك مركب طاي وحاد عاي التنازع أسبابه كم تاي كلا تق يا قار كلا إني قال هذا أوف كذا حق هذا إتوبيا إن لا تقوه توبيا إن لا تقول صوكا المستمان تم بلعبان تاريخ ديان بين لغشيجين كن إيا السقال بقول إيا تضبات إيا السديد دي أي بلعبتي دقال كي توبيا صوماليا كدب بي بلعبتي تاريخ وقرانتا هايوات على كن إيا السقال بقول إيا السقاشن كي مبلعبان إيا كوي السقاشن إيا السديد إيا السقاشن إيا اللبوضي كن إيا اللبوضي كن إيا اللحدي مبلعبان سومالي نقاري سؤال يكستي بلوضي تنازع داي وحا بلوضي عصبية قبلية رير رير إن لوك ربوها هدنا وأسبابها كان بربركا بي كمي تاي وحا كمي دا أمانة دو إني اللونتو إضاعة الأمانة نبي عليه السلام وحيري إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة ساعة دي سوك أمانة دو محا كمي دا إني اللونتو كي وحلو دي با إنو اللونصدو كي وزير لقد دي إنو اللونصدو إلهي سبحانه وتعالى دولة أمانة له أو أن ظلم جلهين هداي قالت هاي بيرهدن علمادو إلهي وباقي يلا هداي مسلم يهين أو أي ظلم سميان أما نحما سميان والله بابي يا بيرهدن علمادا إسلام نعم دولة قالها بتاعي لا تدخل سوي دينيا أو ما حد عي دولة قالها بعد السنة ما حد عي قال لماذا إلهي سبحانه وتعالى قال لما كلية كما هلاقوا مجالوين كأي وضمضة وما كان ربك ليهلك الغرى بظلم وأهلها مصلحون إلهي وحو ليه إلهي قال لمكلية وما هلاقوا مجالوين كهدي ضد كذو أيهين ضد عدالة فليا وقالوا لعدالة فليان ويجري ساد دولة دودو أذيك مسلم كالظلم ما تصريس الصوماء مجري ساد دولة دادو تاسونا وارن جرته وحد عي تنافس على الدنيا وحن ايمانيا مركا اسباب تخارجي هان ايمانيا ما حكد شي تاس تي غداهيد وحا كد شي مركا الاسباب الخارجيه دولتي دبابا ها كو اني او عدوغا كو اها كو قدريان مركا او اي كو دمعان اللي عدوغا كو درتا العداء الديني والسياسي اما الدين اهم هكول عدو اهلان أما السياسة هن عدو هكولها هذانة إني كضمعان إني كسفر قليا قر ما يبلا بطي مركا ظلم قصمي سي أو أمان حمن نقطي أو معاصي سمي سي أو رب قاقي عاصدي أو إسخلافتي أو قبيل قبيل أكلا ججبتي أو أمانة دي أضي عضي أو أدوية كجين ستي دينتي اللو دي أيا مركا عدو قيمي إنو كضمعو إنك أو إنتا صدمي دعي سي إنتا صدمي أي دعي سي
عدوك إنما صدم عين سوما وجدين عدوك إنما صدم عين سومالي يتوبيا مسوق لي كرتي يكون يسقال بقولي يشني يتضواتن كي ما كود عين لحي تضواتن كي ما كود عليه ما يكو مد عين سيديتن كي ما كود عليه كو مد عين قرمي بلابطي مركينو نقص خلافني وقاركين اتقي ويريكالي قرب اسي دولد سومالي ربينا بربريه قرنك سومالي ربينا بربريه حقي كما راتسنا ياهي مركاس عدو قديم ده يسوع قالي وحبي يا لقوم المرسيون مركا عدو قديم ده عدو قديم ده كان جدها بكهرية ودبعت هذا مركا قديم ده وح كتمي عداء سياسية أما سياسة عدو وده هو هذا أما الدين أرنك الله بعض يقي مادين وحويه صراع الدنيا كده حياة وحلقيا وإنك إنا نضحية أنها يقول لمن إنه مرك قاركود دولة هردماية بين الضحية والنقنين وحكى لو كم ذا ثروة إن الله ضمعه ثروة إن حولها هي الدنيا هي النعمة هي خيرات كإلهي نسيء وأن جرن ويني إن أن ترتيب أعنه وأن سن بضه أعنه أن جرن ويني مركان جرن ويني با لو صوف الصحي عدو بدي بدأها ولا ليال تذكر الصومالية تصالا نسينيا تصالا نسينيا dawladda la yiraahdo Malaysia waa dal muslim ah oo markeenu inagu xurriyada qaadanay qaatay waxay kamid ahayd dawladaha adduunka ugu faqiirsan u yiri nin yaani Nobel ku qaatay arrimaha siyaasiga ah oo ka qoray oo gaala ka qoray wuxuu yiri waxay la mid ahayd Honduras iyo Haiti bay ka hooseysay Malaysia كنت سنة كهر حرنا ماذا مركي قادة نيسي وحي كهو سيسي غانا وافريكا ويست افريكا كتالا ما انت دخلي قيدو وحو كسر ريا تضبات شير مركا لغوص الله بالله دولة لها انشيقي انو الله يسكو داري صببتونا وحي كتمي مركي ايقو دل كودا وطشدين قيادة ونكسن هلين كو وحا اسبابها ما ادقايا الله تابن كرو كم دا إلى أي وقت جي استقلالك، دتكو ذين فخري كساران وخيرات كلاي سي عنان، أقولك هذا كشقيستان، job creation وحلا يراضو، إن السمايان شق أبور، دتك الله أبوره، وحليهن تدوم مليون ياب دب عفري اللواتن شق أيال أبوري، مرك دتك هذا يلا الله في ريو وحلا متهاي، يلا أمريكان كلا جسمي بقول يشن مليون أو job laga sameeyay bikamta maraykanka qof aan shaqeyn ma joogi laha hadii la yiraahdo maanta iyadoo unemployment laga qeylinayo 105 million oo job ba la create gareey markay dawladdu ugu badan tahay waxay tirahdaa 2 million oo shaqo baan soo abuurnay bay ugu badan tahay waan najaxnay 105 million bay u dhiganta oo maraykanka shaqo laga sameeyay Malaysia innagu Malaysia waxaan sarwada aan haysano waxay ku soo laban laabanta 10 jeer bay ku soo laban laabanta 10 jeer ku soo laban laabanta Soomaalida maanta wada qaxootiga ah wada qaxootiga ee gaajada wada dhimanaysa walaal baddeena kaliya xeebta ugu dheer Afrika 3300 oo kilometer wa xeebta Afrika ugu dheer كليه هدينا وكشقينا كليه كليه ايا خيراتك الهي سيي اوفلا قول كان الله ما باهنا بيرنا الله ما باهنا او ريسيرف حولها هنا وا ريسيرف يونايتد نيشن كو هدا وحي ليداهي وحا كشقيستا الى 1990 وحا كشقيسا برعد بدد ما اكون مساكين تاع الصوماليدا الميلها لو شكشيغاه كو سوا برعد بدد ير ير واه برعد بلد واوين وحوية مراكيب تشرع درادة كاشا قيستها حيبها صوماليا إلا كون يساقال بغل يساقاشا كبيرك الدولدين دور دعضي تضبب بغل إيو كونتون according to the United Nations statistics ما هانيقا أناقو مكينين United Nations كالا سيديد بغل أو مركبة شرع درادة كاشا قيستها لبات تنكاسانو صوماليا حيبها هذا أو كاقا تكاللونك كاقورتا إيشرين بسكا iyo maxaan ku sheegay khayraad ku jira Yurub kaliya waxa lagu qiyaasay 300 milyan oo euro barrier
inay ka qaadato keligeed maaha Japan maaha Korea maaha Thailand maaha Brazil maaha wadamada kale iska dhaaf only EU oo dhahda deeq baan u siinaa Soomaaliya oo lagu adoonsado waxa meelaha taagtaagan ee shaqaalaha ee Nairobi iyo Muqdisho iyo Fafadhiya ee lagu adoonsado oo $500 baan ku siinaa bishii soo istaag halka stand up here la yiraahdo 300 million cash bay EU ka qaadataa ma soo celisaa 300 million maya ka soco khayraadkii markaa anaga cunu weynay dadkan khayraadkooda cunay ee nabada u cunay Malaysia kuma noola shacab kaliya oo waahid ah walaalayaal waxa weeye waa muslimiin waa Chinese waa Indians waa saddex diimood waa muslim waa buudhiyiin waa hindus all together waa la cunaya nicmadana waa la haystaa waxaanu imanayaa maxaa ka dhalanaya dhibaatooyinka iyo thawraadka hadda socda dadka qaar baa aad ugu faraxsan dhulka muslimiinta inay thawraad ka socdaan laakiin waa nadra gaaban weey nadra aad u gaaban short sight weey very short sight dadka muslimiinta ahsaan sheegnay ilaahay subxana wa taala wuxuu ka nahiyay تفرق يا خلاف وحكى درن المجران بعد الشركي شركي كذب كلا تق يا استقال ومد ميل دقني اي سميصو وحكى درن المجران بعد الشرك ولا تكونوا من المشركين مشركين عن نقول نعم حاكو حيقا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا تفرقوا كوئيه إلهي وحو كان الشرك كذب تفرق يا كالتقى إنه يهي مشكلة وقوين أو إلهي دتكنا هنا وحكالته للصعودة تفرق وإن ليس دلاء مرهدي لا يسخلافه وإن ليس دلاء حب الله يسوقاتا ديقو داتا إلهينا ديقو وحو كوئيجيي ديق إنه حق در ماشي أو قداته وحكو حجيي شركك أيضنا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق آهي دول كان إنك مركب وحا كدعي وحي أقدرنا لبدي الدنبي أقدرنا بعد شركي تفرق قبل قبيل اللي سولها فيه قالوا مركا يسوع ذيك سني قبائل كالصومالية أو دم دم مانتو وي أذيك سدين إتوبيا إيا كينيا وي أذيك سدين قف إلى هاي ونحرستي ما هنا تطبع وحي سوما لنا يعني مريو هودو إنه يوعد عديهين هبل با أذيك سدي إتوبيا هبل با صوقا تي صوماليا لا سبيك أيس ترو أنغا رونو هذا أنغا ممقنين منا أن دلك كمقنين دلك تشوقنا يا واي ريركا عن إثيوبيا سؤال إكسن تل مي يا واي يان من قصته سؤال إكسن يان من السؤال إكسن يان هو كسوق عالم سكران كي سومالي لو بربريو يا واي إذا سومالي دم دمبيلي دمبيلي يالبانا مركز سامو حنكو در سنة انتشر لين نوقب تين لين يرادو سيح ومنه وكلاقب سنة ما انت وحا آخرين اي تورنالك قصل اوي قصل أوي قبل ننشوغة ومرحا وحليه دولة صومالية ما دعيسو ما نسقنانيسو غير كيو هداني انتهيلين What the hell you are talking about ما هي تاي غير كيو هداني تاي دنبيل هبا تاي حكم واحد كو حكومان تاي واحد كو حكومان تاي إلا كو حكومة محكمة بتصارن تاي قرى الصومالية بيت بالبوريسي أمت بات بابيسي جيل بات براها كدادسي قحوة تبات ملايين كدكتي قالت ملايين كدكتي يا كدك it's you not other one it's not America it's not Europe it's not Japan it's not Kenya nor it's Ethiopia it's only Somalis who killed themselves وإيجا وإني شيء رنت معها والله يا بالله أنا الحين عيار أنت الصومالي إسكدي شيء يا أنت إثيوبيا كدي شيء يا بلن يا بلن
soomaali intay disha badan soomaali intay laysa badan soomaali intay balaay ku soo hoggaamisa badan and today dalkeenii muxuu la baabacsan yahay wa only our reason annaga sababteen way qaar annaga kamida $500 ay dalkooda ku iibsadaan qaar annaga kamida magacaba lagu yeelay ku iibsadaan dalkooda qabaail baa ku taageera kaas kaligiis nama iibsadeen hadii aan qabaail ku taageerin miyuuna iibsan lahaa kaligiisna gadan lahaa suuqaba naga soo gadan lahaa dal la gatay dad la gatay baa nahay la iibsaday suuqa waliba ugu rakhiisan adduunka lagu iibsaday and still we are talking about qol baan gelaynaa markaas oo aan reer hebel isu keen keena idan walaalayaal sabab aanay dadku iyagu isku samayn ilaahay subxaana wa tacaala cidna ma dulmiyo thawraadkan iyo tafaruquna cidna uma aha maslaxo cidna waddan dhexdiis uma aha uma aha maslaxo tafaruq iyo isdil iyo dhiig uma aha ummadda islaamku waa midda ay ku baaba-ayso nebigeedina calayhi salaatu wasalaam uu uga digay oo uu sheegay laakiin su-aal baa imanaysa sidee ka yeelnaa sidee yeelnaa haddii dulmi uu dhaho sidee yeelnaa shareecadu waxay u samaysay waddo loo maray u samaysay nacam aan wax ka tilmaamo wax yar aan ka tilmaamo awalan horta haddii tafaruq dhaco oo dalkii qaranku uu burburo nacam saan sheegay dulmi baa dhacay oo macaasi baa dhacday dowladdii markay qaran inoo jirtay dulmi baa dhacay ma diidayo waataan sheegay gobollaa la dulmiyey qabaa'il baa la dulmiyey dad baa la laayay ummadaa la kiciyey ma ignoor garaynayo mana diidayo waa wax dhacay xaqiiqo way laakiin see loo saxaa way ka taagan tahay macadow baa la soo adeegsadaa ma etoobiya intaa untagaa odhanaya kaali dalka soomaaliyeed qabso qaranka soomaaliyeed burburi ma saasaa odhanaya maya saas looma saxo sida loo saxayaa waxa weeye kow ummaddu waxay ku baaba'daa ku hagaagtaa oo yacni lagaga ilaaliyaa tafaruq iyo khilaaf kow horta kitaabka ilaahay iyo sunnadiisa in la qabsado labo in lagu kulmo shareecada islaamka in la dabaqo oo iyada la hirgeliyo saddex in madaxtinimada iyo ummadda qaranka qarannimadeeda in la ilaaliyo iyo dowladnimadeeda nacam annagoo dulmi ku jirnay oo dhibaato ku jirnay waxaanu ka liidanaa wadciga aanu hadda ku jirno dowlad kasta oo waddadeenna martana ama suuriya ahaato ama ha ahaato tunis ha ahaato ama liibiya ha ahaato ama masar ha ahaato ama yeman ha ahaato nafsal wadday maraysa iyaduna hadday marto waddadeennii waxa weeye qarankaas ha daciifo dulmi ha ku jiro dhibaato ha ku jiro isagaa dhaama fawdo iyo kala tag iyo dhiig iyo isdagaalid iyo qax iyo gaajo iyo cadow qabsada dalka uu tashada buu ka daran yahay qaran inuu jiro walow uu dhib badan yahay marka qarannimadana in la ilaaliyo oo madaxnimo iyo dowlad iyo kala dambayn ay jirto dowladnimo ay jirto walaalayaal dowlad xun dowlad yacni la-aan bay dhaantaa annagu waxaan nahay jiilkii ku soo koray oo ku abaabiban ka dambayna odayaashii naga horreeyeyna waa naga horreeyeyna way soo arkeen waxaanu aragnay dowladnimo iyo macaanka ay leedahay saas darteed baan waxaan meesha orordaya iyo waxaan socsocda magacay doonaan ha sheegtaan diin ha sheegtaan islaam ha sheegtaan wax kale ha sheegtaan ayaanaan ka aqbalahayn dowlad la-aan iyo qaran la-aan iyo ummadnimo la-aan wada jirta baan wax ku keenaynaa kadna ka aqbali min we're not going to accept that ha dowlad xataa daciifa baa nooga roon oo qaran ah oo ummadnimo ah anigu naftaydaan tusaale ka soo qaadaya nacam xumaanta aan ka sheegay dowladnimadaas baa haddana waxaan dareemayaa fakhriga ay lahayd wanaagga ay lahayd dowladnimo iyo qarannimo dalkaygii markaan joogay kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo labadii tusaaleyaal haddaan usoo qaato naftayda datis example wey dad badan ay la midna waa jiraan tuuladeedii aan ku dhashay qandaraa la yidhahda gobolka bari ee soomaaliya ka mid tahay waxay ka fog tahay caasimadda soomaaliya 2000 oo kilomitr bay ka fog tahay oo u jirtaa in that tuuladaas magaaladaas degmadaas yarta ah ee populationkeedu 10,000 aanu markaas ka badnayn 1967 68 69 70 ayaan elementariga ku dhigtay waxaa ku yaalla cusbitaalkii yaraa waxaa ku yaalla police stationkii waxaa ku yaalla iskuulkii waxaa igu yaallay biyihii aan ku cabaye waxaa igu imanaysay warqadda walaalkay uu ka soo diro yurub salkeeda uu ka soo diro I was getting in the post office in qandala baan ku helay
today afartan sano baa laga konton sano laga jooga maanta hargeysa cidna ma ku diri kartaa warqad you can send it in the post office ma ku diri kartaa boosaas ma ku diri kartaa qofna warqad was simple thing service oo dowladnimo leedahay waa very simple service guriyaha waxa idin ku soo wada dhaca waraaqo idin ku soo wada dhaca jeeg baa ii soo dhacay bill baa ii soo dhacay kana ii yimi you are not going ma qiimeynaysan arrimahaas waxa ay leedahay because dowladnimo iyo qaran baa jira meesha نظام باجرة سيستم باجرة كاننا وبربرنينا we don't need it مرمنا إنان سمينا مرمنا إنو جرو وحان إلا لنينا ترافيك لايت بان إلا لنينا وضو مضاك له وحان إلا لنينا ترافيك لايت كا استوب واستاقينا إنك سو معا ديقان كتبانينا قرير كان كتبانينا ظلمي كتبانينا بابا بينا دلك إنو أدوغينا سغو نول بان دوغينا ما أقلين إنا إس أقلان ما أقلين أنكوضا نولانو مغالي أنكوضا نولان ما أقلين kuwa hadda ku dagaalamaya Soomaaliya ku dagaalamaya ee ay konfurna degi karilaada ee maalin walba oranaya waxa nagu shaqeysanaya United Nation iyo organization iyo dulaliin adduunka ka kala yimi meel kasta habar kasta wayna baayacaysa habar kasta wayna baayacaysa adduunka joogta mujrim kasta adduunka jooga Soomaali bu baayacaya maanta wax kasta iyaga soo shaqo tagaan ki shaqo waaye laqad hazulat buu yiri ninka saarka hazulat wa baana huzaluha وسامها كل مفلس وحوي خدا عاتضع انت عاتودي وعاتن قطي بارحد لو حطابنا يمد كسطو ان شلين ايسن افرمدو ارحدو صاو طابنا حليه نيف كان مقطع شلين ما يستو هل شلين اسكو مفرطو لكن وحا كان عاتسي ان قطي ايو لغر له لينيه انغا وحا انه لينيه اد كستا انو مدح نقدو سوماليا وحا هلينيه نين كستا مد كستو سوق جوغا oo ku weeyahay xabsiga in lagu wada guro ama umada laga wada qabto meel laga istaajiyo bay ahayd waxa ma doonaya maanta wasiiro inay noqdaan dowlad inay noqdaan oo nagu baayactamaan magac Soomaaliyeed ku baayactamaan annagana waa u sabtumeyna xafladan u qabaneyna lacagaan siineyna war maxay tahay aw umadaas markaa waxa leedihiin ilaahay baa idin dulmiye ina ahaano dowlad la'aan ilaahayna ma dulmiye marka qaran baan meesha ku haysanay iyadoo saasa waa in la saxaa marka إلا بربريو معها إلا صحبة يا هيد ما إلا بربريو وأن كنتم سنضيب النقضة وأنه باستاد قندرة يقول إيمان إيسي ما أنت أي نقطة عاصمة دي دميت عاصمة دي دميت اللي دي شيء أيو it's nothing واحد جرى مجران مقدشة وابد مغلي جرتين ما تقتين أنا قاعد تقنين ويدية واقع يجرت ما جرتو ما قال الله يراها مقدشة ما جرتو وامقع حافظات مغشان وسيطة باستضة بوندارة خضن مش عارف ايش دك في ركتالة وحجرة مجران ودنبس دنبسوي يا دنبس كدي كو حد تشوه او كو دقال مايا قار مسلين ما يولاد دي شغنية دين الهي درت ديني وحان الهي او عذر دارنية ان مقع الدين تيسل غصة مية وحاسوكالة الهي او عذر دارنينا waxaan ilaahay ugu cudur daaranayna soomaalinimo iyo sharafteed in lagu sameeyo waxa dawladnimo lagu sheegay ee baabaas ee gabashada umada ee wiilka yar ee United Nation Organization adeeda jooga Nairobi ay gacanta ugu yeeraan oo u yeeriyaan oo u dhigteed garayaan waxay doonayaan waxaas oo kale in soomaalinimo lagu sheegana ilaahay baan ugu cudur daaranayna ya way okay maxay ku ansaxaysa waxa kan akhay ikhwani marka fawda inay timaado oo tafarruq yimaado qaran burburo xal maaha xal waxa hadda caalamka islaamiga ah meelahi isqaarka iska socdana wadadu ku socdo waa wadadii Soomaaliya Soomaaliyana waxba ku gaarin ma waxaan rabnaa marka wadamada kale inay saaso kale noqdaan ma uguma nasiixayn karno laakiin isla mar ahaantaas madalimiinta iyo nimanka saa u galay dulmiga saa u galay baan taageerayna oo aan lanahay ha joogan ma wado u dhaxeysa jirta oo wax lagu saxo ma ilaa wa ilaa in dil iyo fawdo wax lagu saxaaba ma taa kaliya wax lagu saxaa yaa yiri saas there is no other solution ma jiro solution kale imma maut wa imma fawda labadaas miya kala doorano miya ama diktatoriyo iyo baba iyo dulmi ama فوضى يا هلا بابا بعضه أنا يهجم تقول شيء سيد هذا نمك حكام تقار كود إلا ينحرته مساسا أما كاني هرب أوجري مساسا مايا وحود حيا جرى وحود حيا وام حي
waxa weeye awalan ikhlas dadka horta wadanka leh walaalayaan gaal iyo muslim waxay yihiin ilaahi subhana wa taala ummad waxeeda u ma hagaajiyo hadaan dalkeeda iyo diintan inay wax u qabanayso ikhlas aanay waayin diinta markaad ka soo tagto dalkiisa hadaan qofku ikhlas u ahayn waxa ma qaban karo waxa uu hagaajin karaan it means waxa weeye hadii rabo soomaali inay ka baxdo dhibaatadan ama dad kale inay ka baxdo waa in la helo dad leadership oo nadiif ah oo ummadooda doonaya inay wax taraan ummadooda doonaya inay wax taraan ee aan ahayn dad baysteen iyo koob shaah lagu iibsado in magac loo inta loo sameeyo labo waxa loo baahan yahay amr bil macruuf wanahy cani lmunkar qofka dulmiga sameeya iyo xukaamta dulmiga samaynaysa dadka iyo shacabka iyo ummadda iyo culimadeeda iyo dadkeedu waa inay odhan karaan war waxaas waa dulmi ha waxbaa u dhexeeya in la dagaalamo iyo in wax la sheego wax la soxo dowladahan dimuqraasiga waxa aad leedihiin waad garanaysaan waa la xisaabtamaya xaakimka waa lala xisaabtamaya waxbaa la joojinaya waxaas waxaa lagu gaaray waxaa lagu gaaray dadaal iyo kifaax meel cidlaa lagama helin marka innaga ma waxaan u dhexaynaynaa in imaa inaan sacabtumayaal noqonno sacabtumayaalkii laftigoodii baa maanta waxay rabaan annaga inana yihahdaan waxbaan hogaaminay maxaad hogaamisaa shalaba sacabtumaada ay dulmiga usacabtumaysa maxaad hogaamin kartaa am iskunt safiq maantaad wax qaban kartaa ma qaban kartid nothing marka waxaa u dhexeeya waxa weeye in wanaagana la faro munkarkan la reebo geesinimadeeda la yeesho sida culimmadii u dhimatay iyo dadka u dhimanaya kelimadda xaqaa inay yidhaahdaan waana tii nebigu calayhi isalatu wasalaam uuna faray arrinka saddexaad waxa weeye sabir baa loo baahay nacam sabirku maxal baa haa sabirku waa xal mushkilooyinka badan buu xal u yahay haa oo haddii qofkan aniga xumaan igu sameeyo anama inaan tii oo kale ama mid ka daran ku sameeyaaba maya haddii dhibaata ka dhalso inaan sabraa ama si weji wanaagsan xaqayga aan ku gaaraa saddex waa in islaaxu daatilbayn uu jiraa oo ay jirtaa dib u heshiisiin dhab ah dib u heshiisiin waxaa lagu leeyahay labaatan sano waxaana lagu maaweelinaya annaga dowlad dib u heshiisiin saan sheegnay dadkii muslimiinta ahaa ee dhibka la marsiiyey cirdigooda lagu xadgudbay gabdhahooda la kufsaday xoolahooda la dhacay dadkooda la laayay qabaa'il soomaaliyeed oo hadda isku sheega 4.5 baanu nahay baa sameeyey they have done that gabdhay kufsadeen soomaaliyeed aan samayn ethiopian iyo kenyan iyo keyrkiisaanu samayn dad bay laayeen way xabaaleen way dumiyeen lagama xisaabtamin dib u heshiisiin baa lagu leyay what kind of dib u heshiisiin mujrimkii meeshu ba sawa taagan jaa'isuba rabaa wuxuu leeyahay labaatan wasiir haddaan laysiin waxba ma dhacayaan waa mujrimkii shalay dadka laayay weli lalama xisaabtamin lama dhihin adigoo kale waxay ahayd xabsin taraqa lagu dhigo waxaad sheegaysaa hadlaysiiyo wasiirnimo hadlaysiiye wasiiraan u qaybinaynaa wasiiro iyo xildhibaano baan u qaybinaynaa se ilaahay kugu toosinaya laa yumkin sax maaha arrin kale waxa weeye oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u dhigay in la samaysto nidaam nidaam la'aan waxba kuma soconayaan war nidaam nidaam ha ku heshiiso ummad ummad meel wada degan xal kale ma yeelanayso ama islaam ha sheegtaan ama wadaadda ha sheegtaan ama wax kale ha idin akhriyaan qolo keligeed meeshaan qaadanaysaa ma jirto ogaada ogaada wadaadda xisbi hebel baan nahay nala yidhaahdaa annaga ilaahay magiciisa ku hadalna waddanka soomaaliya annaga keliya xukumayna wax dhaadhacaya maaha wax soconayana maaha wax dhacayana maaha dad soomaaliyeed ummad soomaali la yidhahdaa meeshaan ilaahay dejiyey ilaahay baa u qoray dalkaanu u qoray qayb dhulkiisa intaanu uga siiyey ma ku heshiinaysaan mase sidaanaad ku jiraysaan intaasunbaa idin taal ma ku heshiinaysaan oo tartiib ma u wada cunaysaan may ahlu sunna waljamaacana la yidhaahdaayo waxa kale waa inay bannaanka u baxaan maya annaga waxaana la yidhahdaa magac hebelo waxa kale waa inay bannaanka u baxaan maya annaga waxaan la yidhahdaa dowlad hebelo waxa kale waa inay bannaanka u baxaan that's not going to work my guy it's not going to work ma shaqaynayso ma jirto maxa meel laguma gaarayo haddaanay heshiin meel laguma gaarayo dalkan waa la wadaagaa qofkan meeluu kaa aado ma leh haddaad bannaanka u turtana gaal kale kuu soo adeegsanayaa cid walbaana way soo adeegsanaysaa haddaad adigu cadaadiso bannaanka u turto marka inay heshiiyaan waxba kama dhexeeyaan waxaan nihaayada ku soo khatimaya walaalayaan
waxaan ku soo khatimayaa innaga waxaan u baahanahay inaynu dib u fikirno Soomaali haddana waxaan ugu yeeraya walaalahay iyo naftayda haday yihiin wadaadada islaamiyiinta ah ee dhulka Soomaaliya kuwa jooga iyo kuwa taageersan wadaadadii mowduuca aan ugu qoray kulli waxaan u maleynayaa inay hadda dadka Soomaalida ah markii arrimahan oo kale laga hadlo sheyga ka hadashaba qolaha xanaaqaysa waan ogahay I do not care that I don't care haddaan yiraahdo waxa la wado islaamnimo maaha kuwa xanaaqaya waan ogahay waxaan ogahay islaamku la dagaalamay haddaan yiraahdo waxa meesha ka jira dowladnimo maaha wax dowlad lagu sheegana maaha kuwa kale ogahay xanaaqaya haddaan yiraahdo kuwa gobollada isku sheega gobolladii ay joogeen bay waxba ka qaban kari waayeen madaxweynaha goboleedka kada baa la yiraahdaa gobolkiisa wax ka qaban kari waaye do you know billaahi calaykum ceebtooda inay aamusaan weeye maalin dhaweyd waxaan tagay malaysia malaysia waxaa jirta gobol yaroo laga gooyey oo malaysia laga gooyey oo dadka muslimiinta lahaayeen oo la yiraahdo hadda singapore waad maqasheen sow maaha haa waad maqasheen singapore ma singapura ma taqaanaan masaaxadeedu dhul ahaan intay tahay bliis dadkiina jugraafiga iyo haqaafada caalamiga ale ila soomaalidu waa wada siyaasiyiin ah do you know waa lix boqol iyo afar iyo labaatan kilomitro square waay waddanka dhan oo lagu sheegayo la yiraahdo singapore ma taqaanaa soomaaliya meesha ka weyn singapore dowlad ahaan waxaa ka weyn gobolka banaadir iska dhaaf soomaaliya gobolka banaadir just gobolka banaadir baa wuxuu ka weyn yahay dowladda adduunka dowladaha ugu qanisan ka mid ah ee la yiraahdo singapore gobolka banaadir baa ka weyn masaaxa ahaan iyo dhul ahaan maaha soomaaliya oo dhan maaha koonfur oo dhan maaha shabeellooyinka iyo banaadir maaha just gobolka banaadir baa ka weyn isagaa ka biyo badan isagaa ka beera badan isagaa ka xoolo badan lixda boqol iyo afar iyo labaatanka kilomitr ma laha biyo ma laha oo baad ma laha oo xoolo ma laha oo ka waxay keensado batrool ma laha biyaha dibadda looga soo daabulaa stiil wallaahi iyo billaahi waa ceeb ceeb adduunka yacni ceeb weeye ceeb weeye ilaahay cidna ma dulmiyo waa hadalkaan idinku bilaabaye singapore 2011 2010 international transparency waxay ka soo gashay nambarka saddexaad adduunka ayay ka soo gashay transparency corruption la'aan waxay la tartamaysay denmark iyo sweden iyo finland iyo norway iyo new zealand bay number 3 iyo number 4 kula tagaan kula tartamaysay soomaaliya oo muslimiina oo sunnaa oo shaaficiya waxay ku jirtay the last in the list 198 dowladood tan ugu dambaysa corruption baba tuuganimo qajin markaas waxa rabtaan ilaahay hadiyad inuu idiin siiyo inuu yiraahdo hooya dowladnimo iyo ammaan iyo nabadgelyo iyo dal hooya that's nonsense waxba kama jiraan sharciga ilaahay kuma jirto kitaabka ilaahay kuma taallo waxba looguma hayo soomaali kitaabka ilaahay wax looguma hayo dad tuugah waxba looguma hayo dowladnimo looma hayo qarannimo looma hayo dad tuugah waxba lagu soo gaarayn looma hayo iyo kuwa taageeraya daba nashqaynaya u saabtumaya phd holders masters baa waxay u saabtumayaan juhalo waddankoodii baabi'inaya iyagii bay baryayaan iyagii bay tuugayaan iyagii bay leeyihin safiir iga dhig wasiir iga dhig hebel iga dhig muxuu kaa dhigaa his nonsens waxaa weeye marka walaalayaal ummaddan hadday doonayso inay wax noqoto anigu hal shay unbaan u hayaa oon ku soo khatimayaa inta kitaabka ilaahay aan ka garanayo ama inta aan khibrad ka arkay adduunka inta aan marayay walaalayaal waxaan soo maray jaaliyadaha soomaaliyeed ee diyaasbarada ee adduunka jooga meel aanan u tegin ma jirto
انت ان اغحي وحايدما نيوزيلاند يو استراليا يوروب اردن افريكا اردن نورث امريكا اردن صومالي ملي جوكتوا صومري واركادين وان اذين هيا وحا حقا اذين كتيرنا قدها اذين كتيرنا واركادين وان اذين هيا الرائد لا يكذب اهله بين اذين شيقي والله الذي لا اله غيره اننا بين اذين شيقي كرين هدين لي يراهدو غودها الصومالية هدا ضد كيس كهيستا وعنا لبا فكشن با كونفورت كيس كهيستا لبا ده ميلا ده كلا وقبول الدجان هدنا وحكيتشنا نسبيا حوجا نبت قليه إيه أمان إيه حوجا بكتشنا هاس مركانو سو دجنو ودينا عن هاسن نمانو دول النما كسوس عطا بين وي وحبك بكتشنا إسلام نما كسوس عطنا وح ضاعد نما هو كتشنا مجرتو runtan idin sheegay wallahi alladhi la ilaha illahu inana ben idin sheegay mana ben idin sheegi karo diintaydana inaan ben ka sheego uma soo fariisan meesha ee waxa weeye marka dadkiina diasporada anu waxaan idin leeyahay inna allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusih ummadi hadaan isbedelin ilahi xaaladeeda ma bedelo isbedel diyaar ma u tihiin hada isbedel diyaar u tihiin xaaladina ilahi wa bedelaya taas waa qodob isbedela oo kala noqdo horta taageerada dadka aan taageerada mudnayn oo siinaysan beenta la idinku sheegayo websaydiyada iyo hadallada iyo taleefoonada waanu sameynay waanu qabannay waa soo socota halkaanu ka wadnaa waxba meesha idinkama jiraan I'm telling you the truth wax idinka jiraan ma jiraan meeshaas haddaad wax qabsanaysaan wax qabsada oo isku tashada taas waa qodob qodobka labaad waxa weeye meesha aad joogtaan iyo dalalka aad ku nooshihiin iyo xaaladaha idin haysta iyo caruurtiina iyo ubadkiina gaangiska noqonaya iyo caruurtiina iskuul la'aanta ah iyo danihiina dayacan siiya barioritiga anuu taasaan idin leh taasaan idin leh barioritiga siiya reer minnesota haddaad tihiin minnesota waa meeshay ugu badan yihiin soomaalidu diyaasbarada london ka dabow waa meeshay ugu badan tahay danihiina ka tashada reer minnesota ahaan anu taasaan idinku naseexaynaya caruurtiinan say iskuulla helaan af soomaali say u baran lahaayeen say u xifdisan lahaayeen diintooda iyo dhaqankooda iyagoo halkan jooga maraykan ah say u xafidan lahaayeen saa idinku u deganaan lahaydeen saa wax u baran lahaydeen saa isugu duubnaan lahaydeen saa idinku u dhaqmi lahaydeen idinkoo muslim ah taas ka shaqeeya كو iyo 10 kilometer كو iyo 10,000 kilometer dalka idin jira ee taararka la idin ku soo sheegayo beenta aan waxba ka jirin walaalayaal priority-gina labaad ama saddexaad ama afraad ama shanaad ka dhiga anu taasaan idin kula talinay taasaan idin kula talinay dadkiina makhaayadaha fadhiya odayaasha makhaayadaha fadhiya oo siyaasadda Soomaaliya ka shaqeynay oo caruurtoodu gaangiska noqdeen shame on you shame on you Shame on you! Shame on you! Arruurta oo gaangiska noqotay oo aan ogeyn iskuulkay dhigtaan aan garanayn oo af Soomaali inay xataa ku hadlaan aan garanayn oo Starbuckska intuu fadhiyo wasiir helal ma la oranayay oranaya iyo xisbi helal halkaas uu ka dhacay oranaya Shame on you! Ka shaqay ilmahaaga waajibkooda ka shaqay ilmahaaga horta iyaga ka dhig dad ka dhig dad muslim ah oo waddankan degan oo wax ku barta oo naf leh oo soomaaliya ka dhig wallahi ya billah waxaan garanayaa niman ka shaqeynaya oo leh soomaaliya wax ka dhigaya soomaaliya wax ka shaqeynaya soomaaliyan wax ka yeelaya leh oo london fadhiya oo minneapolis fadhiya oo melbourne fadhiya oo nairobi fadhiya oo johannesburg fadhiya kullu waa soomaalay oo fadhiya oo aan waxba ka qaban karin soomaaliya caruurtiisii xaaskiisii reerkiisii diintiisii mas-uuliyaddiisiina dayacay bulshada soomaaliyeed ilaa joogta maxaad u qabataan I'm asking you maxaad u qabataan ma isku duubantihiin waxma isweydiisaan dalkan 100,000 baad magaaladan ku joogtaan maxaa xuquuqoo aad qaadataan america system wuxuu idin ogolyahay xuquuq badan maxaad ka qaadataan waxaad u kala qaybsan tihiin faction hebel iyo faction hebel iyo faction hebel iyo faction hebel what the hell you are doing so meesha ka soo carartayn ma soo idinku cagcad ma soo gelin soo idinku cayra ma soo gelin ma dad noqotaan oo dalkiina markaa hagaajisaan ma dad noqotaan walaalayaal marka dhigaysta billaahi calaykum sheeka baralaydana in la roo iman billaahi calaykum umadana yaan la dhumin billaahi calaykum
إلهي بين كداري إلهي هلا جبقه سومالي إلهي هلا جبقه إلهي هلا جبقه هدينا نسبدل والله الذي لا إله غيره إنه حسبدله حالدنا نسبدله أنا وركي أنت سأني كسوق بجبينية إذن كنا سومالي إذن كنا وحكدي كرا هدا دون سأني كرا دولة بلمبا دون كتب الله قدس أنا هو حن هل شيء بني دينا كذي يا دتك هل كأ وحكي سوقيسان واحد مصودان والله إنا وحيد يصود والله إنا نكف كريه والله بلا حد كل متن كوا كلا ودل يصهيان سحرة الليبي كل متن بلا حد تليان كل متن قهوة تيجي كي كجرا ملايين يا كف كريه إيش يا كوا جدا كجرا مكف كريه كوا حمر كده الله يا مكف كريه دين تيله ببين لك شيء وهاد عد وحوقبا قفك الصومالي مسلم كا وحوقبا هذان وحوقبا كرين هذان قوذين كرين هذان تعلين تسحوقبا كرين أقوم كيس هذان ضياء كرين ولا على روح قحنن ولا على روح درين ولا على روح بابينن ولا على روح دلكيس هكبابي هكقحنن بيرتيس هكك عينن